أبرز ما جاء في الصحف مشاهدينا، نبدأ من نداء الوطن، حيث أبلغت مصادر دبلوماسية نداء الوطن أنه لا أجواء تصعيد حتى الآن جنوبا، وأضافت أن الاتصالات بمختلف الاتجاهات وبدول القرار انتهت إلى عدم وجود تصعيد مع قرار بإبعاد التوتر عن الساحة الجنوبية. في سياق متصل، كشف مصدر وزاري لنداء الوطن عن أن رسائل دولية وعربية وصلت إلى القيادات اللبنانية تنبه من مغبة الحسابات الخاطئة لجهة الانخراط في المواجهة القائمة في قطاع غزة عبر فتح جبهة الجنوب. وقال المصدر إن هذه الرسائل أبلغت إلى رئاستي مجلس النواب والحكومة والوزارات المعنية وحزب الله، كما أن الحزب تبلغ رسائل مباشرة في هذا الخصوص، وأن الرئيس نبيه بري يعمل بصمت على عملية تقدير الموقف، وهو على تنسيق عال مع قيادة الحزب حتى تكون أي خطوة محسوبة. وأوضح المصدر أن إقدام حزب الله على مهاجمة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعة هو نوع من تنفيسه، خصوصا أن الهجمات حصلت على أرض خارج نطاق القرار الدولي 1701، والاعتقاد الغالب أن الأمور ستبقى محصورة في هذا الحيز من دون تطورها. من نداء الوطن ننتقل إلى الأخبار، حيث عنونت لليوم: العدو يخطط لحفلة جنون ستشعل المنطقة. قادة كيان الاحتلال يسعون إلى حشد تغطية دولية واسعة لجريمة كبرى يعدون لها في قطاع غزة وأماكن أخرى من فلسطين، ليس بهدف الانتقام فقط، بل لمحو الآثار العملاتية والنفسية والسياسية لعمليات طوفان الأقصى. تشير المعلومات إلى أن الاتصالات الجدية الوحيدة التي أجرتها حكومة العدو كانت مع الأمريكيين والبريطانيين، وأن تل أبيب طلبت ألا تتم مناقشتها في آلية الرد التي تفكر فيها، وتحدثت بلغة استعارت فيها عبارة قادة أمريكا والغرب التي قيلت بعد أحداث 11 أيلول لناحية أن الرد يجب ألا يقف عند حد وألا يجوز السؤال عن الأسباب، كما طلبت إسرائيل توفير دعم عاجل لها. ونقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن مضطرة لأن تظهر للعالم أنها تقف إلى جانب حليفتها إسرائيل، وهي أرسلت حاملة الطائرات وفتحت الباب أمام نقل المساعدات العسكرية السريعة لتثبيت الجيش الإسرائيلي، وستوسع نطاق التعاون الاستخباراتي مع تل أبيب. لكن المصادر نقلت عن المسؤولين أنفسهم أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى إسرائيل، وأنها عبرت لقادة العدو عن خشيتها من الإقدام على عمل عسكري واسع يكون مكلفا ومن دون نتيجة حاسمة. وبحسب معلومات الأخبار، فإن التنسيق بين قوى محور المقاومة توسع خلال الساعات 24 الماضية. وقالت المعلومات إن النقاش بين قوى المقاومة يتركز على قراءة الموقف وتقدير حجم الفعل الإسرائيلي المرتقب. وتحدثت المصادر عن تقديرات لديها تقول بأن قتل العدو بين جنود ومستوطنين قد يلامس 1000 قتيل، وأن عدد الأسرى الذين باتوا بحوزة فصائل المقاومة يتجاوز إلى الآن 130 أسيرا. إذن مشاهدينا، عملية طوفان الأقصى تدخل يومها الثالث، نجاح عسكري باهر لكتائب القسام. الساحات لم تهدأ منذ السبت. ماذا عن آخر التطورات والتفاصيل والتحليلات؟ ينضم إلينا الكاتب والصحفي جوني منير. صباح الخير أستاذ جوني. صباح النور، الله يخليك لك والمستمعين. مرحبا بك معنا. إذن الشجاعة والتكتيك والصبر غلبت أحدث التكنولوجيات التي كانت تتباهى بها إسرائيل، عملية أتت بشكل مفاجئ ومباغت. ولكن السؤال، أليس إسرائيل كان يجب أن تكون محصنة وجاهزة من هكذا مفاجآت ومباغتات؟ بلى، بالتأكيد. يعني هنالك قصور كبير وفشل كبير، ليس فقط قصور على مستوى الدفاع الإسرائيلي، الاستخبارات الإسرائيلية، النظام كله، يعني اللي كان متهاون متساهل مفكك. وهذا يؤكد ما كان يحكى طوال السنوات الماضية بأن الجيش الإسرائيلي في حالة صعبة وفي حالة يعني متراجعة جدا، خصوصا على مستويين، الاستخباراتي والبري، على مستوى الجيش البري. لكن هنا يمكن هذا النجاح الذي حققته حركة حماس له علاقة بمسألتين: مثلا التخطيط الجيد والسرية والكتمان في العمل، ويعني الاستفادة من الخبرات، وأيضا الاستفادة من نقاط الضعف الإسرائيلية. وفي المقابل كان هنالك اهتراء كبير على مستوى
الآلة العسكرية الإسرائيلية التي لطالما تغنت بقوتها، وأيضا على المستوى السياسي داخل إسرائيل. وبالتالي هذين العاملين أديا إلى الانتصار الماهر الذي حصل عسكريا لحركة أمال ولحركة حماس عفوا، والتي يعني عرفت بالعبور والذي كان برأيي وقعه أقوى بكثير من العبور الذي حصل عام 1973 على الجبهة المصرية. نعم، وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يقول أن عرقلة التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية ربما يكون السبب أو دوافع هجوم حماس في هذه في هذا التوقيت بالذات، وأن لا يوجد أي دليل على أن إيران متورطة في هذه العملية حتى الساعة، علما أستاذ جوني أن السعودية قامت بنوع من التطبيع أو التفاهمات فينا نقول مع الجانب الإيراني. ولكن هل برأيك حماس أو كتائب القسام يمكن لهم أن يقوموا بهكذا عملية وهكذا هجوم بدون دعم من إيران؟ يعني أنا أوافق الرأي، عملية بهذا الحجم ليس فقط على المستوى التقني والعسكري وأيضا الحاجة للمعدات، وما حكي عن تخطيط يشابه التخطيط الذي تميز به حزب الله يعني بشكل أساسي. هذه البراعة في التخطيط يعني كان حزب الله يتميز بها، وليس فقط على هذا المستوى، لكن أيضا عملية بهذا الحجم وبهذه النتائج التي كانت يعني مخطط لها سابقا وكانت يعني متوقعة سابقا الذي خطط العملية، لا يمكن أن تحصل من دون ما يكون هنالك دعم كبير إقليمي كبير، وهنا المقصود به إيران. على التوقيت السياسي يعني أنتوني بلينكن يقول الشيء ويقول نقيضه، يقول بأنه هو من أجل ضرب موضوع التطبيع يعني الذي تحرمه إيران والذي يؤذي إيران بمعنى الصراع العسكري السياسي الموجود في المنطقة، وفي الوقت نفسه يقول أن إيران ليست متورطة. ولهذا التناقض هدف، الهدف هو يقول ضمنا بأن ندرك أن ما يحصل ما قامت به حماس له خلفية خارجية أو دولية كبرى، ويقول تحدث هنا عن إيران ضمنا، لكنه في الوقت نفسه يقول أن إيران ليس لدينا دليل أن إيران متورطة، وهو هنا يريد أن يقول أن الضرب الآن أو الانتقام العسكري أو ردة الفعل العسكرية الإسرائيلية والتي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية لم تطال أو لا تستهدف الآن إيران أو حلفائها، ليست موضوع على لائحة الأهداف للرد الانتقامي لإسرائيل المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يبرر. طب أغلب المحللين أستاذ جوني يقولون أن ما يحدث الآن في فلسطين هو عبارة عن 11 سبتمبر الشرق الأوسط، وأن التاريخ تغير منذ نهار السبت. على ماذا نحن مقبلون في الأيام المقبلة وفي التاريخ القريب؟ لما يعني تطش صوت شوي بلاد، بس أنا فهمت يعني السؤال. نعم هنالك تغير أكيد، حتى الآن هنالك انقلاب كبير في المشهد في الشرق الأوسط، لكن لا تكفي الصورة حتى الآن ما حصل للمرحلة التي للأيام ثلاثة يعني اللي مرقوا، لا تكفي الصورة للحكم على الموضوع على المستقبل، نحن لأنه نحن ما نزال في بداية هذه الحرب. ما معنى ما تحقق؟ أكيد تحقق انتصار كبير لا يمكن انتزاعه، ومهما حصل هذا الانتصار يسجل وسيبقى محفورا بشكل كبير ليس فقط في الذهن الإسرائيلي وفي التاريخ الإسرائيلي لكن على المستوى العالمي. لكن هذا لا يعني أن النتائج توقفت هنا، نحن بانتظار ما يمكن أن يسر عن حال إعلان الحرب اللي أعلنتها إسرائيل للمرة الأولى منذ العام 79. إسرائيل تعلن الحرب حتى في العام 82 مع اجتياح لبنان لم تعلن الحرب، والحرب شروطها وقوانينها في الداخل. وبالتالي نحن كمان نظرنا إلى حجم الدعم الأمريكي الذي من خلال نقل الأسلحة والذخائر وصرف 8 مليار دولار من الدعم العسكري يعني للذخائر وما وأسلحة وما إلى هنالك بشكل فوري. فإذا نحن بانتظار، يجب أن ننتظر بعض الشيء، المرحلة اللاحقة للمنح العسكري لما سيحصل. هذا الموضوع أدى إلى، إذا كنا نتحدث عن ذلك، إلى وضع جانب عن موضوع التطبيع أو استكمال التطبيع على مستوى إبراهام يعني مع السعودية. نعم أنا برأيي وضع جانبا، المتفائلين يقولون أنه إلى وضع إلى لفترة
مؤقتة، البعض الآخر يقول دفن، ما بعرف، بس لكن الأكيد أنه الآن لم يعد مطروحا على الطاولة، لا ذلك ولا التطبيع ولا أيضا ما كان يخطط له على مستوى طريق الهند وصولا إلى أوروبا عبر السعودية وإسرائيل. وبالتالي هذه المسائل وضعت الآن في الثلاجة أو وضعت جانبا، وهذه مسألة كبيرة ليست بسهلة أبدا بغض النظر عن تطورات التي ستحصل، لكن يجب أن ننتظر تطورات استكمال ماذا تعني إسرائيل بموضوع الحرب إلى الأمام للحكم على النتائج لها. نعم أستاذ جوني، سؤال أخير، ماذا عن الجبهة اللبنانية؟ تحرك بالأمس حزب الله، ولكن هل فعليا سيقوم بفتح جبهة حرب من جنوب لبنان؟ حتى الآن لا يبدو أن هنالك خطر وشيك لانفتاح الجبهة في جنوب لبنان. الرسالة التي أصدرها حزب الله امبارحة كانت مدروسة بشكل جيد وبشكل دقيق كما يعني يفعل دائما حزب الله، هي طالت منطقة لبنانية، مزارع شرع، منطقة لبنانية محتلة، وبالتالي يمكن القول أن الرسالة يعني لا تتعلق بالموضوع، أو يمكن تفسيرها أنها لا تتعلق بالموضوع الحرب الدائرة الآن في غزة، لكن هي فعليا بتوقيتها توجه إشارة إلى الموضوع غزة. البعض اعتبروا نوع من جس النبض بين إسرائيل وحزب الله، وكان الرد الإسرائيلي على ذلك. البعض الآخر اعتبرها إثبات وجود للقول بأننا لسنا بعيدين، لكن في كل الأحوال لا تبدو، لا يمكن وضعها في إطار أنه بداية مرحلة ميدانية فعليا، لا، مش هيك، وإلا كانت تجاوزت الخط الأزرق وليس ولم تكن في هذه المنطقة. في كل الأحوال اللي عرفته أن، وهذا اللي كنت عامل لك إياه من شوية، مثلا بلينكن بيقول أنه مش السعودية مش إيران المتواردة معنا إثباتات عنا، للقول أن العملية ستكون محصورة فقط في غزة، وبالتالي يجب تحييد إيران وأيضا جنوب لبنان حزب الله. وفي الوقت نفسه كمان بالموضوع تبع هذا جرى إرسال حسب ما فهمت أنا كلام أمريكي إلى حزب الله عبر طرف ثالث، بتوقع أنه يكون قوة الطوارئ الدولية، ما بعرف إذا الفرنسيين، بس ما عندي تأكيد كيف عبر كيف، أنه الوضع في لبنان يجب أن يبقى هادئا، وإلا نذهب إلى مسائل أخطر وأكبر والجبهة تكون مفتوحة. حتى الآن ما سمعته من الأوساط الدبلوماسية أن هنالك يعني تطمينات، أو هم مطمئنين إلى أن الجبهة اللبنانية ستبقى هادئة ومضبوطة وفق سقف معين، وهذا ما يفسر الرسالة حزب الله باتجاه منطقة مزارع شبعة وليس باتجاه منطقة أخرى. أنا بدي أتشكرك الكاتب والصحفي جوني بنير على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.